كيف مشروع القانون هذا يتعارض مع الدستور التونسي في جل النصوص وجل الفصول القرنية اللي تحدثت على العدالة الانتقالية وخاصة الفصل العاشر من الدستور التونسي. حملة مانيش نسامح أمس قامت بحملة ميدانية تحسيسية عبر عبر ورقات للتعليم لخطورة هذا القانون في شارع الحبيب بوركيبة ولدعوة الرأي العام الوطني للانخراط في الحملة هذه. وحملة مانيش نسامح كيف غدوة مش تقوم حملة أخرى في عدد كبير من الجهات في إطار الدعوة إلى مسيرة يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 5:30 أمام في بقعة محمد علي أمام الاتحاد العام التونسي للشغل. قانون المصالحة أو قانون تضييد الفساد هو خطر يهدد مستقبل تونس وتاريخ الذاكرة التونسية ومستقبل الشعب التونسي. حذرت من مشروع القانون هذا وخطورته في صورة ما تم التصويت عليه وإقراره في مجلس الوزراء. اقتصاديا هنالك الحديث وهنالك حجج تقول بأن هذا القانون يشجع على مناخ الاستثمار، وهذا نعتبره مغالطة للرأي العام لأنه الاستثمار يقوم على ركائز إذا نحب نحسن وضع الاستثمار، ويقوم أساسا على الوضع الأمني وعلى الشفافية واحترام القانون، بينما هذا القانون سيكرس ثقافة الفساد وسيشرع للفساد، وبالتالي المناخ الاستثمار سيشهد نفور من رجال الأعمال إن كانوا وطنيين أم أجنبيين، باعتبار أن القانون هذا سيمنح العفو لهياكل أو أشخاص ثبت بحقهم تورطهم في الفساد. ما حملة مانيش مسامح مع عودة طرح القانون بعد ما كان مجمد في رفوف مجلس نواب الشعب، نعرف انه هذا الاسبوع معناه واليوم تحديدا بدا نقاش مشروع القانون في لجنة التشريع العام. حملة مانيش مسامح طبعا عادت للساحة بقوة وتجدد معناها على رفضها الكلي والقاطع لهذا القانون شكلا وتفصيلا، وكما سبق وحكينا قبل شوية في الندوة. دونك حملة مانيش مسامح في خدمة سور دو فوا، معناها خدمنا مع على النواب وعلى الأحزاب والمنظمات وخدمنا في الشارع ومازلنا قاعدين نخدمه. بالنسبة للتحركات الميدانية طبعا البارح بدينا بتخكتاج في الشارع، وزعنا منشورات وعملنا حملة توعوية تحسيسية في شارع حبيب بورقيبة وفصلنا المواطنين معناها حيثية هذا القانون. اليوم الندوة الصحفية كما قاعدين تشوفوا، غدوة تخكتاج واحد آخر، ويوم الجمعة على الساعة 5:30 مساء انطلاقا من بطحاء محمد علي قدام اتحاد الشغل حتى يكشي قدام وزارة الداخلية مرورا بالطبيعة بالمسرح، فما مسيرة دعات لها مانيش مسامح، وقاعدين نرتبوا في لقاءات مع مختلف المنظمات والأحزاب والجمعيات الكل باش تخرج معنا في المسيرة هذه.